بالتأكيد بقى الاستمرار في ملف الزراعة، لكن هناخدها بقى من منظور آخر وهو منظور التغير في المناخ. بالتأكيد التغيرات اللي احنا بنشهد تغيرات على مستوى العالم، مش هنا في مصر بس، نوبات شتاء قارصة، ارتفاع كبير في درجات الحرارة في فصول أخرى، وقت الزراعة بيتغير، نوبات من السيول، الأمطار الغزيرة، كل ده بالتأكيد بيأثر على الزراعات. وده اللي بيخلي دايما ان يبقى فيه نصائح لازم تروح، او لازم كل شوية نوجه نصائح للمزارعين، سواء كان بقى وزارة الزراعة او سواء كان مركز البحوث الزراعية، من آن لآخر يتوجه للمزارعين بالعديد من النصائح علشان التغيرات في المناخ دي ازاي انهم يتعاملوا معاها. ملف مهم جدا، خلينا نعرف المزيد من التفاصيل. معانا على التليفون الدكتور شاكر ابو المعاطي، استاذ المناخ بمركز البحوث الزراعيه. اهلا بحضرتك وصباح الخير يا فندم. صباح الخير يا استاذه اسماء، وكل عام وانتم بخير. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، وخلينا نبتدي بالاول. اول ايه اهم النصائح اللي بتتوجهوا بيها للمزارعين علشان التغيرات الطارئه والمختلفه للمناخ، سواء كانت الانخفاضات الشديده في درجات الحراره او الارتفاعات او السيول او ما شابه؟ اولا بنصبح على الساده المشاهدين والساده المزارعين بالاخص. المزارعين بقى عندهم وعي كافي، خاصة بعد القب اللي كان في مصر، ان في حاجة اسمها تغير في المناخ، والمناخ بقى سريع التقلب او الطقس سريع التقلب. بنشوف برودة وبنشوف حرارة اثناء النهار على غير المعتاد في مثل هذه الاوقات من السنة. لكن عاوزين بس نتكلم مع السادة المزارعين ان هذه الاجواء اجواء مثالية خاصة للمحاصيل الحقلية زي القمح والفول والبصل، المحاصيل الحقليه اللي هي اساسا نموها نمو شتوي، فده الجو ده كويس جدا. لكن احنا بنحذر من التطرف او الطقس الشاذ، مره واحده سيول او انخفاض شديد في الحراره او صقيع او غيره. طبعا لو عندنا محاصيل زي البطاطس او الطماطم، دي محاصيل بتتسم ان هي محاصيل زي الطماطم محصول صيفي، لكن بينمو الان، فبالتالي بتكون حاله التاثير عليه قويه جدا. فبنقول بقى شوية توصيات كده في الأول أثناء تجهيزنا للأرض، بنكون مجهزين الأرض كويس، مصلحين الصرف بتاعها، بحيث إن في أمطار وبتكون غزيرة، هذه الأمطار نتيجة تراكمها في منطقة جذور النباتات تؤدي إلى موت واختناق الجذور وبالتالي موت النبات. فبالتالي لازم من المزارع من بداية الموسم بيكون مصلح الأرض كويس جدا، مصلح الصرف بتاعه، ضايف كميات الأسمدة المقررة لكل محصول بحيث النبات يقدر يواجه انخفاض درجة الحرارة، لأن لو هو ضايف فوسفور في التربة بما يكفي النبات مش هيعاني المعاناة الشديدة. لكن في روشتات سريعة بنقولها، ان انت مثلا في الاراضي الرملية بتكون درجة حرارة التربة بتاعت اللي فيها نمو الجذور بتكون باردة جدا، وبالتالي يجب عليك ان انت في الاراضي الرملية واللي شغالة بالري بتنقيط او رش، تشغيل الري في صباح الباكر وفي المساء، بحيث ان انت تعمل على حركة المياه في منطقة الجذور. كل الكلام ده بيخلي المية تدفق جدا، بحيث ان النبات ما يقفش ويتوقف عن العمليات الحيويه. ان احنا عندنا درجات حراره بنقول منخفضه، طبعا في وسائل اللي هي حمايه، ان احنا في حاجه اسمها التزريب، والفلاحين او المزارعين عارفينها كويس، ان هو بيجيب عيدان الذره القديمه بتاعت الموسم اللي قبل كده، وبيعمل بها ضرب حول النباتات خاصه زي البسله او الطماطم. دي وسيله للحمايه او تدفئه، في تغطيه بالشبك او البلاستيك، ده بالنسبه للزراعات المحميه. هو اهم حاجه في الوقت ده طبعا بالليل بيبقى فيه البخر عالي جدا داخل مثلا الزراعات المحميه، فيجب عليه ان هو في الصباح الباكر يعمل على فتح فتحات التهويه، بحيث ان هو يخفض نسبه الرطوبه، وبحيث ان الامراض الفطريه او البكتيريا لا تحدث اصابه في النباتات. طب يا دكتور، بمناسبه ان احنا في موسم شتاء ولسه كنا بنشهد امطار، هل المفروض ان احنا او المزارعين بعد سقوط الامطار يبقى لو كان في ميعاد للري او ما شابه يوقفوا طبعا الري، ولا طبعا كل منطقه لها ظروفها ولها نظامها. فبالتالي انا ممكن من خلال نماذج التنبؤ اللي بتطلع من وزاره من الهيئه العامه للارصاد الجويه او وزاره الري او وزاره الزراعه للانذار المبكر، بنقول للمزارع قبلها ان انت ممكن تستعوض عن هذه الريه ان في امطار جايه في الفتره دي. فبالتالي يعني انتوا بتتواصلوا معاهم مع متابعه المناخ، يعني بتبقوا طبعا كل يوم في رسائل بتوصل للساده المزارعين، بحيث ان احنا يبقى هو على درايه ايه اللي هيحصل خلال هذا الاسبوع على الاقل، بحيث ان هو يرش مبيد او يسمد او يروي او غيره، كل الكلام ده بحيث ان احنا نطلع بموسم اقتصادي ما يكونش فيه خسائر للدوله ولا للمزارع.
طب هل في مثلا نوع من انواع الزراعات او يعني الابحاث الجينيه عشان تخلوا النباتات تستحمل مثلا ارتفاع شديد في درجات الحراره، تستحمل الانخفاضات الشديده في درجات الحراره؟ اولا احييك على هذا السؤال. احنا كدوله مصريه شغالين من فتره على ان احنا بنطلع اصناف وهجن نباتات تتحمل الاجهادات، سواء بقى بروده او انخفاض درجه حراره او ارتفاع درجه حراره او جفاف او تملح. ده احنا عندنا برنامج تحت رعايه سياده الرئيس اللي هو انتاج اصناف وهجن نباتيه تحت الظروف المصريه، بحيث ان احنا كان يا استاذ كل الخضار اللي احنا التقاوي الخضر اللي كنا بنجيبها كانت بتبقى مستورده. دلوقتي في برنامج كبير شغال ان احنا بنطلع اصناف خضر تحت الظروف المصريه، هجن واصناف تتحمل هذه الاجهادات. عندنا طبعا مصر سباقه من بدري جدا في انتاج المحاصيل الحقليه زي القمح او الفول او الذره للتعامل مع هذه الاجواء، ان انت يبقى عندك صمت مقاوم للتملح، مقاوم للجهاز الحراري او البروده. دي حاجه عظيمه جدا. كل الشكر للدكتور شاكر ابو المعاطي استاذ المناخ بمركز البحوث الزراعيه.